أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جريد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. جاف المدى كركوك تقلص خطتها الزراعية بسبب قلة الموارد المائية. يقينت عينونة بغداد إهمال حكومي وتسبب بتفاقم النفايات. وجاء في الشرق الأوسط منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إجراءات منطقية لاحتواء أوميكرون. نتصفح في القدس العربي، وزير المياه العراقي تركيا تقاسمت الضرر معنا وسنرفع دعاوى بحق إيران. نقرأ في العربي الجديد، حزب العمال الكردستاني يتحصن في جبل سنجار، أنفاق وممرات سرية. جاء في عربي 21، احتجاجات ب 36 مدينة مغربية رفضا للتطبيع مع الاحتلال. ونقرأ في كتابات، تعادل المنتخب العراقي أمام نظيره العماني ببداية مشوارهما بكأس العرب. أهلا بكم، نبدأ من مقال للكاتب جاسم الشمري حول الإعلام التخريبي، حيث يعد الإعلام بصورة عامة وبكافة أشكاله وصوره المرئية والمسموعة والمقروءة من أقوى وأشد القوى الناعمة الضاغطة على الفكر الإنساني. وفي العراق في حياتنا اليوم ابتلينا بحسابات متنوعة، منها الغث ومنها السمين، وبعضها يحاولون عبرها نشر الخراب بين الناس، والقلة القليلة تحاول هذا المخطط الخبيث ونشر الوعي، حيث يراد منه محو هوية الإنسان العراقي ومحو هوية العراق برمته ومحو حضارته وتاريخه، وهذا مستحيل. هذه الدوامة الإعلامية الشريرة تؤكد أن المؤامرة على البلاد كبيرة ومعقدة وقائمة على المال وليس على الإنسان، والهدف هو ثراء الفاحش ولو عبر الخطاب الساقط الهابط المليء بالألفاظ التي يعفو الإنسان النقي عن سماعها، فكيف وهي تقتحم بيوت الناس ومواقعهما الشخصية دون رقيب أو حسيب؟ إن التطور التكنولوجي لابد أن يتم توظيفه بالأسلوب الأمثل وليس بالأسلوب التخريبي، وكأننا نعيش في مجتمع خال من القيم والمبادئ، وبالذات مع عدم وجود رقابة صارمة على محتوى الإعلام حتى على المستوى الغالبية العظمى من القنوات الفضائية التي لم يعد يعنيها إلا الأكشن ولو على حساب الأسس المجتمعية والأخلاقية. المذهل أن بعض البرامج لم تكتفي بضرب الأسس الدينية والمجتمعية والإنسانية، بل ذهبت لضرب عمالقة العلوم بمختلف صنوفها، وكأنهم يدمرون الأجيال الحالية والقادمة ضمن خطة مدروسة وعبر مراحل دقيقة ومعدة سلفاً. إن دور الإعلام التخريبي اليوم هو دور فعال وقادر على تزييف الحقائق وتشويه سمعة أي شخص حتى لو كان من الأنقياء. وهنالك الجيوش الإلكترونية التي تعتاش على هذه الخلافات وعلى الترويج لهذا النشر البعيد عن الدين والأخلاق والمروءة والتربية السليمة. إن الإعلام العراقي بحاجة ماسة اليوم إلى بناء صحيح قائم على الأسس النبيلة الهادفة لبناء الإنسان قبل البنيان، لأن الإنسان هو القيمة الأهم وهو القادر على البناء والعطاء والإعمار. ولهذا فإن الإعلام التخريبي الناشر الإرهاب بكل صوره والقالب للحقائق والمزيف للوقائع والمغير للمعادلات لا يمكن أن يساهم في بناء الإنسان والوطن. وزبدة القول هنا، ينبغي العمل على تنقية الإعلام من المخربين قبل أن نجد أنفسنا أمام إعلام ساحق مدمر ضارب لكل ما في مجتمعاتنا وعلى كوكبنا من قيم وأخلاق وأعراف وعقائد. عن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والواقع، هيفاء زنكنة كتبت مقالا جاء فيه
في صحيفة القدس العربي وعن دور الحكومات في البلدان العربية حيث تتبدى الهوة بين النص والتطبيق بأوضح تفاصيلها، وتمتد ازدواجية المعايير والاستخدام المزور لنضالات المرأة التاريخي لتشمل كل البلدان العربية من شمال أفريقيا إلى الخليج. فمن يتابع فعاليات حملة 16 يوما سيجد أن أكثرها جذبا للتغطية الإعلامية هو تصريحات المسؤولين وحضورهم هذه الفعالية أو تلك، وكلهم جميعهم يستنكرون العنف ضد المرأة، مما يستحضر في الأذهان صور الاستنكار الرسمي العربي بالاحتلال الصهيوني لفلسطين. يقدم لنا العراق عند مراجعة الفعاليات الرسمية والمنظماتية نموذجاً لفهم التردد وقلة الاقتناع في الاحتفال المناسباتي بحملة 16 يوماً، كما تقدم لنا نوعية الفعاليات المقامة حتى الآن بعض الأجوبة المحددة بعيداً عن العموميات، إذ تعكس فعاليات المناسبة أولاً كون العراق مقسماً فعلياً إلى نظامين وعاصمتين هما بغداد وأربيل، كما تعكس عملياً تجزؤ هوية المرأة كمواطنة عراقية، حيث تقدمت الهوية الفرعية القومية الدينية المذهبية تدريجياً، المفترض فيها أن تكمل وتغني الهوية العراقية الجامعة وتعطينا عناوين نشاطات بعض المنظمات النسوية مثل حول دور الناجيات الأيزيديات والشبك وندوة نساء كردستان، فكرة عن تقسيم المرأة في البلد الواحد إلى جزئيات ولكل جزئية مظلوميتها الخاصة، كما يعطينا بيان منظمة رابطة المرأة التابعة للحزب الشيوعي نموذجاً لاختيار المنظمات النسوية عدم التطرق إلى عنف الدولة وما جره غزو البلد واحتلاله، وإلقاء اللوم غالباً على العنف الأسري والمجتمعي، وكأن ضحايا الاحتلال الذين يقدر عددهم بما يقارب المليون، ولنفترض أنهم جميعاً من الرجال، لم يكونوا ينتمون إلى عائلة تركت بعد قتلهم في رعاية امرأة. هذه المرأة مهما كانت هويتها الفرعية عراقية تستحق أن تعامل كمواطنة في بلد يحترم حقوق مواطنيه إناثاً كانوا وذكوراً، ولن يتم ذلك من خلال تفتيت القضايا والعزل الجنسوي وتسكين الآلام آنيا، بل من خلال النضال المشترك لإيجاد الحلول الجذرية النابعة وعضويا من داخل المجتمع وبالتضامن مع الشعوب تلتزم فعلا بحقوق الإنسان والقوانين الدولية لها وللآخرين. أيقونة الثورة، ثورة تشرين. يقول الكاتب بسام شكري: تفرد العرب دون غيرهم من الشعوب في دور المرأة في المشاركة الفعالة في حروبهم من خلال قصائدها التي كانت تلهب مشاعر المقاتلين وتقلب موازين القوى خلال المعارك، ومن خلال دورها في معالجة الجرحى وتحضير الطعام وتهيئة وسائل الراحة قبل وخلال وبعد معظم الحروب العربية. فتلك الخنساء التي كانت أيقونة للحماسة والرثاء في الحرب من خلال شعرها في رثاء أخويها معاوية وصخر، وعلى مر التاريخ العربي هناك نماذج متعددة، كما في ثورة تشرين كانت المرأة الثائرة أيقونة تشرين العراقية. أيقونة ثورة تشرين في العراق كانت ليست واحدة وإنما أيقونات متعددة، وذلك لأن الثورة دخلت مراحل عدة وأخذت أبعاداً سياسية وتدخلات أجنبية ومخابراتية من جانب، ومشاركة عناصر إيرانية في قمع المتظاهرين من جانب آخر، ولعبت قوى المنطقة الخضراء بأحزابها الطائفية المتعددة دوراً كبيراً في محاولات إخماد تلك الثورة بطرق نعرفها جميعاً. إن وصول مصطفى الكاظمي إلى رئاسة الوزراء لم يكن بسبب موافقة ثورة تشرين عليه، ونحن نتذكر أن التحالف الأمريكي الإيراني الذي يحكم قبضته على العراق قام بتقديم 9 مرشحين لرئاسة الوزراء، قام ثوار تشرين بإسقاطهم جميعاً،
وإنما هناك أسباب عدة أدت إلى وصول الكاظم لرئاسة الوزراء، أهمها تغلغل الأحزاب الدينية الطائفية بين المتظاهرين والقيام بقتل واختطاف واعتقال قياداتهم، والسبب الآخر هو جائحة كورونا التي استغلتها الطبقة السياسية الدينية التي تحكم العراق، وقرارات منع التجول بحجة كورونا لمنع المتظاهرين من التجمع والتظاهر والتعبير عن غضبهم من أجل الحصول على الحرية. يقول الكاتب: أتوقع خلال الأسابيع القادمة وهي ظهور أيقونات جديدة لثورة تشرين من خلال تنظيمات شبابية أكثر تنظيماً وأشد تماسكاً وقوة تهز عروش اللصوص في المنطقة الخضراء. نشر موقع نيويورك تحقيقاً مطولاً أعده إيان أوربينا، قال فيه إن المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط من ليبيا يتم التحفظ عليهم في سجون. قال إن الاتحاد الأوروبي الذي تعب من مواجهة المهاجرين الأفارقة وإيقاف موجات نزوحهم أقام نظاماً سرياً لإلقاء القبض عليهم قبل عبورهم إلى الشاطئ الآخر من أوروبا وإرسالهم إلى مراكز احتجاز تديرها الميليشيات المسلحة. وهذه السجون هي عبارة عن مخازن مؤقتة تقع على الطريق السريع في غوط الشعال، وهو حي فقير تنتشر فيه محلات تصليح السيارات والخردة في العاصمة طرابلس. هؤلاء هم ضحايا سياسة الاتحاد الأوروبي الذي قام بتمويل وتدريب خفر السواحل الليبي المرتبطين بميليشيات للقبض على المهاجرين وإحباط عمليات الإنقاذ لهم في البحر، وتم احتجاز من ألقي القبض عليه في سجون سرية تعد مصدراً للربح تديرها الميليشيات المسلحة. وفي أيلول سبتمبر من هذا العام تم احتجاز أكثر من 6000 مهاجر معظمهم في المباني، ووثقت وكالات الإغاثة سلسلة من الانتهاكات: تعذيب المعتقلين بالصعقات الكهربائية، واغتصاب الأطفال، وابتزاز العائلات للفدية، وبيع النساء للعمالة القسرية. وقال صلاح المرغني وزير العدل: من 2012 حتى 2014 قام الاتحاد الأوروبي بأمر فكر به وخطط له لسنوات، وأقام حفرة جهنم في ليبيا لردع الناس عن التوجه إلى أوروبا. ويرى الكاتب أن البنك الدولي توقع بأن تشهد السنوات الخمسون المقبلة الجفاف وفشل المحاصيل وارتفاع مستويات البحر والتصحر التي ستؤدي جميعها إلى تشريد 150 مليون شخص من عالم الجنوب وتسرع عمليات الهجرة باتجاه أوروبا. وفي عام 2015 وصل مليون مهاجر إلى أوروبا من الشرق الأوسط وأفريقيا، والطريق المفضل للهجرة هو ليبيا ومن ثم البحر المتوسط إلى إيطاليا. ويقدم التقرير تفاصيل عن عالم المعتقلات السرية وطريقة معاملة المهاجرين واستخدامهم ضد بعضهم البعض في المعتقلات وعدم احترام كرامتهم الإنسانية، مع أن معظم المعتقلين من المسلمين. ميدل إيست آي جاء فيها: بشكل واضح الإعلام البريطاني منحاز ضد المسلمين. كشف تقرير نشره موقع ميدل إيست آي أن تغطية وسائل الإعلام البريطانية لشؤون المسلمين بلغ مستويات مروعة من المعلومات المضللة والقوالب والنمطية وكراهية الإسلام، حيث أشار التقرير الذي أجره مركز مراقبة وسائل الإعلام التابع للمجلس الإسلامي البريطاني أن أكثر من 48 ألف مقال على الإنترنت و 5500 مقطع وجد أن ما يقرب من 60% من المقالات هذه و 47% من المقاطع التلفزيونية مرتبطة ارتباط وثيق بالمسلمين أو الإسلام، مع كل التركيز على الجوانب السلبية للسلوك. يعرض التقرير 10 دراسات حالة يتم فيها تشويه صورة المسلمين والتشهير بهم في منشورات رئيسية، مع دفع تعويضات في 9 حالات، إلى جانب الاعتذارات العلنية
من بين وسائل الإعلام التي نشرت المواد المعادية للمسلمين والإسلام بحسب التقرير The Spectator وميلون سانداي وديلي ميل أستراليا وكريستيان توداي وThe Jewish Chronicle، وخلال الفترة التي غطاها تحليل مركز مراقبة وسائل الإعلام التابع للمجلس الإسلامي البريطاني، دفعت The Jewish Chronicle وتليغراف وميلون سانداي بالفعل تعويضات عن أضرار التشهير بالمسلمين والمؤسسات الإسلامية. كما يشير التقرير إلى أن المذيعين البريطانيين المحليين كانوا أكثر ميلاً لإظهار التحيز ضد المسلمين من المحطات الإقليمية. كما أكد أيضاً أن النقاد اليمينيين في مناسبات عديدة تركوا دون منازع في المنابر الإعلامية عند إصدار تعميمات ضد المسلمين، بما في ذلك الترويج للأكاذيب. وقالت رضوان حميد مديرة المركز في تصريح لموقع ميدل إيست آي: هذا التقرير الأخير لا يسعى إلى إلقاء اللوم على أي صحيفة أو مذيع ولا على أي صحفي، ومع ذلك فقد حان الوقت للاعتراف بذلك. جاء في الغارديان: وثائق سرية تثبت تورط القيادة الصينية في إبادة الإيغور. نشر صحيفة الغارديان تقريراً عده محرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور، وأشار فيه إلى الأوراق المسربة التي تظهر دور القيادة الصينية في إبادة المسلمين الإيغور في إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين، وأضاف أن مقتطفات من وثائق غير منشورة تربط حملة القمع الإيغور وبقية الأقليات المسلمة بخطابات القيادة الصينية في 2014، وأصبحت الآن متوفرة بشكل كامل على الإنترنت. تضم الوثائق السرية ثلاثة خطابات لزعيم الصيني شي جين بينغ في نيسان أبريل 2014، وتحدث فيها عن الأمن والتحكم بالسكان والحاجة لمعاقبة المسلمين الإيغور. وتم وسم بعض الخطابات بالسري، وحصل عليها الباحث الألماني أدريان زينز، ودعا قادة الحزب الشيوعي الصيني في الوثائق إلى إعادة تعليم ونقل الإيغور وتصحيح عدم التوازن بين الإيغور والهان في شينجيانغ. وقال سينز إن الوثائق السرية مهمة لأنها تظهر الرابط بين مطالب القيادة الصينية في عام 2014 وما حدث لاحقاً في الإقليم، بما في ذلك عملية الاعتقال الواسعة وإعادة التعليم والتهجير القسري للعمالة وتحسين الوضع العرقي بزيادة أعداد سكان عرقية الهان. وتم تضليل بعض الوثائق لإخفاء ختم الاستلام، ويشمل التسريب 11 وثيقة في 300 صفحة، وتغطي الفترة الممتدة ما بين نيسان أبريل 2014 إلى أيار مايو 2018. وقال زينز إن بعض الوثائق اعتمدت عليها صحيفة نيويورك تايمز في تحقيقها المنشور عام 2019، لكنها تحتوي على معلومات لم تنشر من قبل. وفي نهاية عام 2016، قبل البدء بتطبيق إجراءات غير مسبوقة في شينجيانغ، قدمت بيانات القيادة إلى الكوادر الحزبية في الإقليم كمواد تعليمية مهمة وتحضيرهم لتنفيذها. وفي واحد من الخطابات التي ضمها التسريب ناقش فيها شيء مبادرة الحزام والطريق، وهو المشروع الأهم في السياسة الخارجية له، وطلب تحقيق مناخ، وأكد أن هناك مناخ أمني محلي مستقر في الصين وإنجازاتها في القرن 21 مرتبطة بالوضع في جنوب شينجيانغ وضرورة وضعه تحت السيطرة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.